حال وداك الحال نحبك وهو المرة تصرى لي مجيد أقدر منك بصح؟ هذه هي الحقيقة بصح خممت مع روحي ولقيت بلي مانيش من مقامك وكما يقولوها بنت الملوك ما يديها الزوالي بصح أنا حبيتك مجيد حبيتك ومانيش قادر نبعد عليك ايه مزيدي خمي مليح مانيش حبك تغلطي غلطة تندم عليها طول حياتك الغلطة الغلطة إذا بعدت علي ندم وندم إذا ما حققناش أمنا قاعد هكذا لو شوية تاع الماكلة علي أنا أنني الخير تفضل اسمع يا سليمان اسمع مخلوقة طاحت في الشبك ضيعت مستقبل بزاف انا في التمثيل راني اكتر كبير مشات الدنيا دنيا راني في مصر ما جيت حبيت تروح لمصر ان شاء الله ان شاء الله وقتاش كي تقبلي بي انت نقبلك اليوم يا مام يا مام واش كومونديتي لي جيعان من الدم الجوع شاف يا اخي ما ندير والو رزقنا راح انا ما ندير والو ابنك وين راه نتوما تاني هي خير يا سيدي ابنك وين راه لازم نشوفه ولازم يخسر لنا كل شيء اه بالعقل قلع اسمع انا رزقي راه وراح لازم اللي يجيب لي رزقي والله اللي نقلب الدنيا ايه اخويا بالعقل برك سليمان ماهوش هنا راهو غايب كي يرجع يدي النهار بطريق لازم تخبره يرجع لي رزقي والله ما تفرش عليه ايه الليله الاخره نتاعو يا ولدي بالعقله اعطيوني شويه وقت ونتفاهموا الليله الاخره يا ما بقاش الليله الاخره ولا الليله الاخره على بالي يا سيدي بعقل الجيران يسمعوا بالعقل برك هذا الليله العيا بالقاس اي I'm not afraid.
مرحبا بكم، بعطيكم الصحة على أنكم جيتوا وشاركتوني فرحتي اليوم وما انساها. على بالي راهي مفاجأة كامل لكم، مفاجأة بهذا الزواج السريع اللي ما حكيت لكمش عليه. على هذه فضلت أنها تكون حفلة متواضعة عرضت فيها كامل أصدقاء وشركاء العزاز على قلبي، ما تلومونيش. مرحبا بكم مرة تانية وما نطولش عليكم ونقدم لكم زوجي أجيد. وانا تاني نصفق على زوجتي. هاي طريرة بيسانت اليوم وربي يعني أعطاني هذا المكتوب، ديت واحد الإنسانة عزيزة عليا بزاف، ملاك رقيقة معمرة إحساس، ويعني اللي خلتني ما نخرجش البرا نقعد هنا في بلادي، واني خلعانك تعرفوا أول مرة نزوج. إيه معليش معليش، وأنا فرحان تاني كتير لأن زوجتي عرضت ناس مهمين تريز امبورطون في السوسيتي، دي زون دافير الله يبارك، وهذا يساعدني كثير في المستقبل ان شاء الله راح نتعاملوا مع بعض. اوكي مالا دركا واش راح نقول لكم، ايبا مشروبات بارده وفي بعد نتعشى وعشاء تاع العراس ومن بعد موسيقى مايسترو الي. انت هذا تعرفو؟ عمري ما شفتو وريم الجامعه حكت عليه، هذا اسرع زواج شفتو في حياتي. ابنينا بنا امانينا وعشنا ايام طوال، ابنينا ايام اطول، عدينا عدينا ايام سعيدة يا ريت تعود، او عدينا عدينا ايام سعيدة يا ريت تعود. بني مولينا بني مولينا، واش ترى لك يا سليمان؟ طائرت الاحوال، واش ترى لك يا سليمان؟ غرك الكلب نتاع مجيد وجبت المصايب لروحك، خممت في والديك، خممت في جيرانك وصحابك، واش من الوجه ما زال تقابل به؟ ما بقالكش تقعد في هذه المدينة، يلزمك تهرب للبعيد. خسرتها يا سليمان، خسرتها. نساوك نساوك فيا فيا فيا، خلاوي من حنكيا نساوك نساوك فيا فيا فيا، خلاوي من حنكيا. هذه حبيبتي مدام بونشونتي، هذا سمير شريكي صاحب شركة امبور اكسبور. حكيتينا ليه؟ مرحبا بك خويا. بيك يعطيك الصحة اللي جيتنا. عايشك الله يسلمك. وهذه لا سيكريتير نتاعو نورا. الله يبارك. مجيد مجيد مجيد. هذا فتح. وي وي. أهلا سي فتح. كريم. Félicitations. Thank you.
فضلوا فيك. شكون كان فضلك؟ ما يهمش شكون كنا. انا واحد من الناس اللي لما تضيق عليهم شوارع هذه المدينه نهربوا لهذه الجنينه، نكتب نرسم. انا نحب هذه الجنينه، يا ما عندي فيها حكايات حكايات. كل 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 يرحمها ربي. ترى نشوف فيك متشبهش الناس الاخرين، راك من طراز اخر، ماذا بيك تقول لي؟ واش مشي اللي خلاك تقرب لي؟ هذه ايامات وانا نشوف فيك تجي لهذه الجنينه، يمكن تكون حكايتك حكاية. المهم أشرب. كل 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 يرحمها ربي. وشكون هذا اللي راك ترسم فيها؟ إيه هذا عمي علي، فيلسوف. الناس كانت تعيط له مجنون، لكن ياما تعلمت منه حكايات وحكايات. عمي علي خلاني نشوف للدنيا بنظرة أخرى، وعلمني كيفاش نقرأ لغة الوجوه، ونتعلم من كل وجه حكاية. عمي علي كان يقول المصبط ما هو داري بالحافي، والزاهي يضحك على الهموم، اللي راقد على القطيفة دافي، والعريان ما يجيه النوم. العريان ما يجيه النوم. كمل كمل. عمي علي ثاني كان يقول من الثلج عملت مطراح، وبالهواء غطيت روحي، ومن القمر عملت مصباح، وبالنجوم والناس روحي. ايه كانت عمي علي. المهم وش تقول لو كانت تروح معايا الدار تدوش وتحسن وتبدل قشك ويرحمها ربي؟ يلا ما تنساش الماكلة بك. لا خليها، كان بزاف الجيعانين، يمكن يفوت منا واحد جيعان ياكلها. المعاري البكل البهلا عجبهم الحال. الحفلة تاع البارح عمري ما ننسى. بصحتك. عيشك. بصح قولي لي الناس تاع البارح عندك بزاف وانت تعرفيهم؟ فيهم عليهم الأكثرية منهم تربطني بهم علاقات عمل وبرك. يعني المال؟ المال يا عمري مش حاجة كبيرة. المهم معرفة ناس كما هادو هو اللي يجيب المال. أوكي أوكي هذه كلمة أعطيك الصحة. صح ما قلت ليش كيفاش راح ديري الخدمة الدار من بعد الأولاد؟ ثم لقيتني حاصلة. أنا يكفيني نسير المحل اللي عندي، بصح اللوزين تاع الصباط أنت دبر راسك فيه، خدها وني. أوكي أوكي يا عمري. كلي كلي هاك يا عمري. عيش. ما تنسيش رانا معرضين للغداء. المهم هذه حكايتي، كنت عايش في النور، دخلت روحي في الظلمة، تسمى ناس باب نفسي، وزاد كحلها لي هذاك ماجد هذاك، حتى ولات عندي الحقد من جهته. المهم يا سليمان كما قالوا الأولين، النهار ليك ونهار عليك. قول لي ووالديك كيفاش راك من راح تدير معاه؟ والدي نقول لك صح،
كي ولاو الناس تروح تشكي لهم في الدار. وليت ما نقدرش نقابل بابا ويما. انا قلت خليها حتى كتبرد شويه الحاله ونروح ان شاء الله نشوفهم، راني متوحشهم بزاف. لا لا يا سليمان، لازم تروح وتطلب السماح منهم، وانا متاكد باللي راح تلقى الرحمه. قول لي وضرب كيفاش راح تدير؟ رايت الفشل والله ما راني عارف كيفاش ندير. راي ساري لي كيديك الحوته اللي تخرج من الماني غير متخبر. بصح الشيء اللي راه في راسي تعرف واشنو؟ اني نخمم يلزم لي نجدد حياتي ونبنيها على الصح. ولو كان نعطيك دبارة ونلقى لك خدمة ماشي خير؟ واش قلت؟ انت مولا خير وبارك الله فيك على الحوايج وما ننساها لكش هذه. يلا يا سيدي. خلاص يا سيدي خلاص فهمنا، هيا الصحة في لما ني. فاتح مش بيك مقلق؟ قولي من واش راك خايف؟ يا ولدي مانيش خايف، هذا يسميه الاحتياط. انسان ما نعرفوش ما نديش فيه الثقه والو نيات ريان. راك شاك في حاجه؟ شكون اللي يقدر يثبت باللي مجيد كان صح في الالمان؟ شكون اللي يقدر يثبت باللي مجيد يعرف صح التجاره؟ شكون اللي يقدر يثبت باللي مجيد يعرف رجال الاعمال؟ الشي اللي مدوخني ريم كيف عرفت مجيد؟ نورمال مو هذه ما تفوتناش. يلزم تولهو به ونحطو عليه العين. ما يقلقكمش مجيد بزاف، ريم تعرفنا واش نسوا وما ننساوش باللي رانا شركة معاه. ريم شركة صح، بصح ما تنساوش باللي لوزين هذا مخدوم بالدراهم نتاعها، واذا قدر الله وعطات المجيد كل الصلاحيات وحنا ما نعرفو عليه والو، راكم تتصوروا في النتيجة؟ تتصوروا في الخسائر؟ المهم المهم ما نزربوش روحنا، نتلقاوه وندرسوا العقلية تاعو مليح وهكذا يبان اللعب، الثم نعرفوا واش نديروا. اهلا سمير. اهلا مجيد، واش راك صباح؟ شت الغيبة؟ من العرس ما شفتكش، عيب والله. ما كنت قاعدة مجيد، عندي شغل بزاف. والله امن ولا تقعد، البارح برك وانا نحكي مع المدام عليك وعلى الخدمة تلاقاش نهار نضرب لهم طلعة. مرحبا بحبيبي في كل وقت. يظهر لي المدام ماهيش هنا. سي سي هنا، تفضل. مرحبا بك. تفضل. ريم مرحبا بك سمير، تفضل. ريم هيت. اهلا سمير. اهلا مرحبا بك. بك مدام، نتمنى ما جيتش في وقت ما يسمحش. لا لا العكس سمير، دار دارك مرحبا بك في كل وقت. تفضل تفضل يا رجل، تفضل. بك الفضل. يا حليا والله لا باس يا اخي. مرحبا بك اخويا. بك يا عيشك. مرحبا بك. بك يا مدام، واش مع الحياه الجديده هذه؟ ما نطولش عليك. شوف يا مدام، راني جبت لك الكونطرا تاع الكليون اللي في تونس، واني ما حبيت ناخذ حتى اجراءات، قلت حتى نشوف مدام. سمير، من اليوم مجيد راهو المسؤول على اللوزين تاع الصباط، اتفاهمه على كل شيء وانا عليا غير نسني. ما يكون الا خاطرك. ملا هاي الكونترا سي مجيد، اقراها واني نتصل بكم في التليفون. انا تسمحوا لي نروح. ريحت تتغدى يا رجل. يا ولدي خلي خطره اخرى، خطره اخرى مجيد، وزيد المكتب خليته وحده. مالك ما متفاهمين سمير، الخدمة تاعك كاملة راح تكون مع مجيد. ما يكون إلا خاطرك. أيا صحة.
حاجة مقلقتني بزاف ومحيرتني. الشركة اللي معاك كيفاش راح نتعامل معاهم؟ كيفاش راح نتعاملوا معايا مع علاقاتهم؟ شكون المسؤول؟ يتبنوني بالخف ولا وانت علاش تقلق في روحك درك؟ ها راك المسؤول الاول بعدينا، اوامر كاملة من عندك انت. اوكي فوالا، سي مجيد طلب هذا الاجتماع باش يتعرف على جميع الشركاء. رانا هنا الكل نقول له مرحبا بك وراك في دارك. مرحبا بكم انتم ثانية، والله شرفتوني في العرس. مدام راهي فرحانة بزاف بزاف بزاف. على حساب المعلومات اللي عندي الشركة راهي تمشي غاية لا؟ غاية؟ كنا قادرين نرفعوا نسبة الإنتاج 20% هذا العام. لو كان ما كانش نقص في المواد الأولية. يظهر لي باللي المنافسة الموجودة في السوق نتاع الوزنوات نتاع الصبابط كثرت لا؟ القضية يا سي مجيد قضية تقنيين ويد عاملة. احنا الحمد لله عندنا هذا الشيء. ولا بروف يا سي مجيد، اليوم صبح نصدروا منتوجنا للخارج، وهذا شرف كبير لينا ولوزين. برافو برافو برافو، هذا هو الحماس اللي نحوس عليه. فوالا يعطيكم الصحة، راكم عاجبيني بيان بيان بيان. عندي واحد السؤال برك حبيت نطرحه عليكم، في هاد الوزين راكم شركة في ربعة ولا خانتني الذاكرة؟ ما فهمتش واش تقصد يا سي مجيد. على حسب المعلومات اللي عندي الأرض اللي مبني عليها هاد الوزين تاع المدام، جو فو دير نتاعي. بالذات المدام دافعة 70% من قيمة الماشين بلا سلك الخدامة والسلعة نتاع العام. هذا صحيح بصح ما زلنا ما فهمناش. خليني نقول لكم باللي الحساب اللي درتو لقيت باللي كل واحد فيكم داخل 10% في الوزين. بالذات بدات بين قوسين اجو بيان كلير مام تري كلير. باش نقول لكم برك جو في تو لوفوار وي يا اما مانيير على حسابي انا. اوكي يا رجاله. بيزنس از بيزنس. ايا نعرف خير، وانا على بالي بلي رايحين نتعرفوا مليح 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 ونطوروا المصنع نتاعنا مليح مليح مليح. مالا ايا ايا تاو انتو شحب يقصد رايح بها يا جماعه؟ مستقبلنا راهو في خطر، لازم نفكر. الله غني كاع. الو الو سي موسى، واش راك لاباس؟ واش رايح وال تونس وسيدي بوسعيد و... سمير سمير من الجزائر لاباس. شوف راني عيط لك على السلعه اللي تفهمنا عليها. ايه ايه صباط ايه هاو فيها تاني صباط تاع الشاع. يا ولدي ما تقلقش، السمانة هذه بربي إن شاء الله يكونوا عندك. ايه يا ولدي رجالة والله بطلنا، واش بيك سي موسى؟ ايه هيا صحة يبلغ سيدي تشاو بيلو. ايه يا سي موسى. صباح
الحمد لله. منتيا ويا جوناس احب يديني للترك وشي نحب نروح للمان عنده لافامي تاعو تما وشي عنده دي موفي سوفينير تما. الله غالب واش تحبي صافا توحشتك بزاف وعلاه ما تجيش داكا هيا باي باي تعقوا بالك ان شاء الله صح. راني قلت لكم بلي الشخص هذا خطر علينا وعلي زنتيري تاعنا. سبحان الله انا كي رحت للدار عند ريم استقبلني بطريقه ما تصراش وسنيت هي قالت لي حتى يقراها مجيد ونسني. هذا هو اللي كنت خايف منه انا. هذا هو لو كان عطاته كل صلاحيات قول روحنا في شكاره وحده. يا جماعه كنا تبالي نتكلموا مع ريم ونفهموها. واش راحين نفهموها؟ قول لي واش راحين نفهموها؟ نقولوا لها راجلك جاهل وما يفهمش وطماع. انا الشيء اللي ما فهمتوش علاش ديما يعيط لي في التليفون. واش شفت شابه؟ ما نعرف. ونورا هي واش حب عندها؟ يظل يسقسي فيها عليها. وين هي نورا؟ باتها تجيب الكونترا اذا وافق سيدي وتسنيها مدام. فايز ام عاد فايز كوتي كور كوتي جاردان. ايه يا سيدي راك تخدم هنا؟ نخدم هنا. عندك بزاف تاع هنا؟ طرواجور حكايه طويله. ايوا اش نقول؟ مليح. شوف تقدر تبدل قشك وتجي معايا نروحو نتغداو مع بعض وفرغ واش كاين ونحكي لك واش كاين. عطيك بليزير. توحشتك. توحشك الخير. صافا هاي انا نسلم. سعيد اي روح بدل الحوايج هذا لا فامي هذا هاي اهلا نورا. واش راك خير مدام؟ صباح الخير. واش راكي؟ صباح واش الخدمه؟ صباح ماشي الحمد لله. في الحقيقه بعثني سمير على جال الكونترا اذا سميتيه هكذا انتهي معايا الكونترا. تفضلي نشوف مجد واش دار فيها. واش مجيد شفتها مره شفت على اسمها؟ لا حكى لي عليها سمير بزاف زيد عرفتها وشفيت عليها. تفضلي. الخدمه راهي ماشيه. سمير ما يخص والو. صافا الخدمه ماشيه ما نحتاج والو. الو نعم مساء الخير. هنا ريم.
وي احلم. دقيقة سمحوا لي. تفضلي. واش راك يا حلمونا؟ هذه غيبة. مالا لاباس انتيا؟ لاباس سي مجيد. وعلاش سي؟ فيها والو. نهضر معاك مالك. لاش فوالا مجيد عطيني نسلو. ما عنديش. جا عطيني الدوسي هذا هنا نضرب عليه طله. عندي بعض الامور لازم نتاكد منهم. مالا نروح بركي عليه. بقاو على خير.